أشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة على ندوة تاريخية بعنوان مساهمة النوادي الرياضية في الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطنية مولودية الجزائر نموذجا، حيث تطرقت الندوة إلى تاريخ عميد الأندية الجزائرية ومساهمته الكبيرة في ثورة التحرير المجيدة. التغطية لمحمد قريشي. إذا أخذينا اليوم نموذج ونموذج عريق هو فريق مولودية الجزائر. فريق المولودية ضارب في التاريخ، ومنذ النشأة نتاعو كانت عنده أهداف متصلة بأولا بذلك الوعي الذي كان يجب أن يكون أوساط الشباب لبعث روح الاستقلال، ثم كانت المولودية الجزائر باعثة للكثير من الشهداء، واليوم نكرم هؤلاء الشهداء من واجب العرفان، وحتى نقول أن الجزائر اتسمت بالوعي الشامل خلال فترة ثورة التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال. أنا نريد أن نشكر السيد الوزير وزير المجاهدين وذوي الحقوق على هذه اللفتة، لأنها هذه اللفتة تمكننا اليوم أننا نبين إلى الشباب، خاصة نبين نذكر أنفسنا أولا، وإن شاء الله نكونوا نذكروا الشباب باللي مولودية الجزائر هذا النادي الكبير، اللي دائما نقولوا النادي الكبير، هذا النادي العريق ليس نادي فقط للألقاب، وكم هي الألقاب التي حصلت من خلال نتائج رياضية.